البارحة وتحديدا فجرا حاولت المجموعات الإرهابية إحداث خرق على أطراف العاصمة دمشق من عدة محاور، أهمها محور جوبر، وادعوا بأنهم باتوا على مشارف ساحة العباسيين في أطراف العاصمة دمشق. معنا موفد الإخبارية إلى هناك ربيع ديبي من ساحة العباسيين في دمشق. صباح الخير ربيع. نعم، تحية لك بهاء. من ساحة العباسيين، ساحة الصمود، وهذه المنطقة التي حاول الإرهاب في شرق العاصمة الدخول إليها، لكن صمود الجيش العربي السوري وصمود الأهالي في أحياء العباسيين، وهذا الخط خط التماس في هذه المنطقة القريبة بحدود 300 إلى 400 متر من مناطق تواجد الإرهابيين هو ما أفشل ويعني أفشل هجوم الإرهابيين. اليوم أتحدث لك من هذه الساحة التي بدأت بوادر الحياة الطبيعية تعود إليها تدريجيا بعد فشل هجمة الإرهابيين الأخيرة من محور جوبر. إذا تحدثنا عن الهجمة الإرهابية التي مارستها جبهة النصرة صباح أمس أو فجر أمس عند 4:30 صباحا وعلى بعد مئات الأمتار من هذه المنطقة عبر 3 سيارات مصفحة مفخخة من 3 محاور من منطقة جوبر البلد باتجاه منطقة قريبة من محور ساحة العباسيين، والهجمة الثانية كانت من منطقة قريبة أيضا من شركة الكهرباء ومنطقة كراجات العباسيين، إضافة إلى المنطقة الفاصلة بين القابون وأيضا منطقة جوبر عبر 3 سيارات انتحارية كما قلت لك. يقودها انتحاريان عرف منهم انتحاريين، هما أبو عبيدة الجزراوي سعودي الجنسية وأبو عمر القلموني سوري الجنسية. تم استهداف السيارتين من قبل الجيش العربي السوري وإفشال المخطط. الثالثة انفجرت قبل وصولها إلى نقاط الجيش. على الفور سارعت وحدات الجيش وبعد بدأ الهجوم صباح أمس بتثبيت خطوط الدفاعية. طبعا هدف جبهة النصرة كان هو عملية فك الطوق عن منطقة القابون التي طوقها الجيش العربي السوري والتي يوجد فيها مجموعات من جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام. لم تحقق المجموعات الإرهابية أي هدف من أهدافها، وهو محاولة الوصول عبر كراجات العباسيين محور التروبيكانا باتجاه السيرونيكس للوصول وفتح ثغرة باتجاه القابون في محاولة أخيرة منها لإنقاذ المجموعات الإرهابية المطوقة داخل بلدة القابون. أيضا الهدف كان الدخول عبر محور ساحة العباسيين في محاولة بائسة أيضا لفتح محور جديد باتجاه أحياء العاصمة دمشق. كل هذا فشل. أنا أقف الآن في هذه الساحة الصامدة والتي بدأت عودة الحياة إليها تدريجيا. هناك بعض السيارات التي تمر، هناك بعض المواطنين المتوجهين إلى أعمالهم. نستطيع القول أن خلال الساعات القادمة ستعود الحياة إلى سابق عهدها في ساحة العباسيين بعد أن تم تأمين جميع المحاور. يضاف إلى ذلك أن التقدم الذي أحدثته جبهة النصرة في عدد من المحاور كان في منطقة محيط الكراجات. كانت القنوات المغرضة قد حاولت تصوير ونشر مقاطع فيديو بأنها وصلت إلى محور كراجات العباسيين والذي يبعد خلفي بحدود 300 متر لكن لم تصل. عدسة الزوم التي استعملتها جبهة النصرة كانت تقف في محور بعيد خلف شركة الكهرباء يبعد عن كراج العباسيين بحدود 600 متر حاولت من خلاله أن تروج لأن هناك سيطرة، وعبر قناة الجزيرة بأن هناك سيطرة من قبل الإرهابيين على كراجات العباسيين وأيضا على محور التروبيكانا سيرونيكس، وأن الثغرة التي تمتد بحدود 1 كيلومتر عرض التي شقها الجيش العربي السوري عبر الأوتوستراد فاصلا أوتوستراد حرستا طبعا فاصلا بين منطقة مناطق سيطرة الإرهابيين، إن كان في محور حرستا معمل كراش والخماسية ورحبة المرسيدس، وإن كان على يسار الطريق منطقة القابون، هذه الثغرة هذا الطوق أو هذا الفاصل بين مناطق الإرهابيين موجود وتحت سيطرة الجيش العربي السوري. كان هناك بعض إعادة أطلال الجيش في منطقة معمل كراش، وكان أيضا هناك إعادة تموضع في محيط شركة الكهرباء في الهجوم
المعاكس الذي شنه الجيش العربي السوري مع ساعات الساعة 12 ظهرا بعد امتصاص الصدمة الأولى، تم استعادة معظم النقاط التي سيطرت عليها جبهة النصرة وبالتالي إفشال الهجوم. اليوم يتم تثبيت خطوط دفاعية جديدة في نقاط متقدمة في محيط معمل كراش وأيضا في منطقة الشركة الخماسية، هناك تطوير للهجوم أيضا وتثبيت نقاط رصد متقدمة داخل منطقة جوبر وأيضا المنطقة الملاصقة للقابون لتوسيع الحزام الذي يسيطر عليه الجيش العربي السوري. وبالتالي نتحدث عن استعادة كل النقاط التي حاولت جبهة النصرة التقدم إليها. لم تحقق جبهة النصرة بها أي هدف من أهدافها، إن كان التقدم إلى ساحة العباسيين أو محور العباسيين، وإن كان التقدم لفك الطوق عن المجموعات الإرهابية المحاصرة في القابون. نعم. وإذا تحدثنا بشكل عام عن تزامن العملية، أنت تعلم جيدا أن جنون الإرهاب بعد عمليتين نوعيتين للجيش العربي السوري في الأسبوعين الأخيرين، إن كان فصل نقاط تمركز المجموعات الإرهابية في القابون عن برزة، وهذا كان الإنجاز الأهم في منطقة بساتين برزة، وقسم هذه النقاط السيطرة التي تمتد بحدود 15 كيلو متر مربع إلى منطقتين، وهي كانت تعتبر نقاط إمداد وإخلاء من للإرهابيين من القابون وبرزة التي يوجد فيها تسوية باتجاه حرستا والغوطة الشرقية. هذا أول إنجاز. الإنجاز الآخر هو الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري عندما استهدفت الطائرات الإسرائيلية. استهداف الأصيل الإسرائيلي جاء تزامنا مع انزعاج جبهة النصرة وداعميها بهجوم على دمشق. هذا الهجوم كسر ولم يتم التقدم إلى مدينة دمشق، التقدم فقط كان لنقاط الكمائن المتقدمة للجيش العربي السوري في منطقة جوبر ومعمل كراش، وتم استعادتها وامتصاص الهجوم. وكما ترى معي الآن، نعم، أنا أقف في ساحة العباسيين، ساحة الصمود، ساحة أهالي دمشق، وهنا كسر الهجوم الإرهابي. نعم، يعني ربيع دائما كانت ساحة العباسيين هي نقطة هامة تحاول المجموعات الإرهابية دائما وعبر أبواقها الإعلامية أيضا بأن تصل ولو لأطراف هذه الساحة لخلق ولو انتصار معنوي لمشغليهم. اليوم ساحة العباسيين كما نرى في الصورة الحركة خفيفة نوعا ما، البارحة كانت الحركة أخف تقريبا، ولكن للتوضيح أكثر، يعني هذه الحركة الخفيفة تعكس ليس قرب المجموعات الإرهابية من ساحة العباسيين، ولكن خوفا من استهداف هذه الساحة كما العادة، يعني ليس بالجديد استهداف ساحة العباسيين والأحياء المحيطة بها بالقذائف والرصاص المتفجر. للتنويه والتوضيح فقط، إذا عدنا إلى ظهر أمس عندما أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تحذيرا للمدنيين بعدم المرور في مناطق قريبة من مناطق الاشتباك، ليس لأنها ليست آمنة، ولكن خوفا من أي استهداف عبر القنص أو الرصاص المتفجر للساحة أو لشارع فارس خوري الملاصق. أنا أتحدث هنا عن جبهة ضيقة جدا ونقاط تماس متقاربة، الإرهابيون يبعدون بحدود 400 متر في الأساس عن منطقة العباسيين، لكن بعد أن تم تأمين كافة الساحة والطريق المؤدي إلى الكراجات بدأ الدمشقيون بالعودة إلى حياتهم الطبيعية. الحركة الخفيفة هنا هي كوننا في 8 صباحا، لكن بشكل عام هناك حركة سيارات بدأت العودة تدريجية. أنت تعلم جيدا يعني الجميع كان حذر من الدخول إلى الساحة أو التوجه إلى هذه الطرقات كونها تبعد بحدود 400 متر فقط عن خط الجبهة، لكن بعد أن أمن الجيش العربي السوري الساحة بدأت حركة المدنيين بالعودة. إذا عدت معك بهاء لتاريخ الترويج الإعلامي والتضليل الإعلامي الذي مارسته القنوات المشتركة في سفك الدم السوري، دائما ما كانت تعول على أي نصر وكانت تراهن هي وأدواتها القريبة من جوبر كون المنطقة الوحيدة القريبة من العاصمة دمشق التي يتواجد فيها إرهابيون هي منطقة جبر، كانت تعول على وصول ولو شخص واحد. منذ عام 2012 حتى اللحظة لم يصل أي مسلح أو إرهابي إلى ساحة العباسيين. 8 هجمات إرهابية خلال الأعوام الماضية، ونذكر جيدا العمل الإرهابي في صيف 2013 عندما حاولت النصرة وأدواتها فتح محور من جهة زملكة عربين قادم إلى جوبر البلد
ومن ثم عبر الطريق الرئيسي إلى ساحة العباسيين وفشلت بذلك. إذا توجهت بعدسة الزميل عدنان جمعة إلى اليسار قليلا إلى برج 8 آذار والذي يقع في منطقة الزبلطاني خلف الساحة، هذا محور كان رئيسي أيضا في 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 الهجمات السابقة للإرهابيين في محاولة للوصول. ونعلم صيف 2013 عندما حاول 500 إرهابي التسلل عبر الأنفاق من اتجاه الزبلطاني إلى منطقة المسالخ والالتفاف على مؤخرات أو قوات المؤخرة للجيش العربي السوري، ودفن الهجوم في أرضه ولم يصلوا إلى منطقة الزبلطاني ولا إلى الطريق المؤدي إلى ساحة العباسيين ولا أيضا إلى الطريق المؤدي إلى كراجات العباسيين. هذا المحور الذي يمتد بحدود 12 كيلومتر وصولا إلى مشفى الشرطة، وأتحدث هنا عن أوتوستراد حرستا، لم يتمكن الإرهابيون من تحقيق أي تقدم في السنوات الأخيرة أو السيطرة على نقاط حاكمة وتثبيتها على الأوتوستراد، إن كان على أوتوستراد حرستا أو إن كان في هذه المنطقة. هنا حتى رصد ناري لم يتمكنوا من هذا الموضوع، فقط كان هناك بعض قذائف الهاون التي تتساقط على الساحة أو على منازل المدنيين في شارع فارس خوري والمناطق المحيطة التي خلفي هي في القصور والتجارة، لكن لم يتمكن أحد كما كل الهجمات الإرهابية في الوصول إلى أحياء العاصمة دمشق. هناك نقاط تثبيت للجيش العربي السوري كمائن متقدمة داخل أحياء جوبر تمنع من وصول أي إرهابي أو حتى التسلل عبر الأنفاق. أصلا الجيش العربي السوري في السنوات الأخيرة دمر معظم الأنفاق التي كان يحاول الإرهابيون في جوبر، وتعلم جيدا الحرب في جوبر كانت تحت الأرض كما فوقها، دمر معظم الأنفاق. الأنفاق الوحيدة التي قد أزعجت الإرهابيين وجن جنونهم هي منطقة القاب باتجاه حرستا، لكن عندما فصل الجيش بين بساتين برزة والقابون إلى كتل وحوصرت النصرة تم تدمير النفق الأساسي الذي يربط القابون بالغوطة الشرقية وكان يسمى بنفق التجارة لهم والإمداد لهم، وبالتالي هم محاصرين. اليوم النصرة هي أمام السيناريو الوحيد داخل منطقة القابون، وهذا ما يبرر الهجوم. السيناريو الوحيد هو الاستسلام، وقد يكون السيناريو المقبل هو النقل إلى إدلب. نعم ربيع، يعني الهدف من هذه المحاولة للاختراق باتجاه ساحة العباسيين كما ذكرت هدف إعلامي بداية، وأيضا هناك هدف للتخفيف عن عما يحدث لأتباع جبهة النصرة وحلفائها والمجموعات التابعة لها في القابون. السؤال هنا يعني اليوم الوضع الميداني في القابون، كيف تسير العمليات هناك؟ هم سعوا من أجل التخفيف أو تخفيف الضغط عن القابون، الوضع الميداني في منطقة القابون لم يعني إذا تحدثت عن هذا عملية الفصل التي تمت بين برزة التي يوجد فيها تسوية منذ عام 2013 وبين منطقة القابون، عندما حوصرت القابون الجميع يعلم أن مقر النصرة الأساسي ومتنفس أو الرئة للنصرة بين زملكة وعربين وجوبر هي منطقة القابون كونها ملاصقة لمنطقة برزة، والتهديد الأكبر كان للعاصمة دمشق هو ليس جوبر كما يعتقدون هم أصلا بأن جوبر القريبة من العاصمة هي التهديد الأكبر، لا على العكس تماما، التهديد الأكبر يعيه جيدا الجيش العربي السوري، ولذلك بدأ عملياته العسكرية في هذه المنطقة، منطقة القابون، منطقة إشراف ناري على الأوتستراد ومشرفة على منطقة العدوي، بساتين برزة مشرفة على ناريا أيضا على أحياء هامة في دمشق، وكان من المتوقع أن يكون هناك هجوم، ولذلك كانت الجبهة باردة، كان الإرهابيون يحضرون لشيء ما باغتهم الجيش العربي السوري في الأسابيع الأخيرة وطوق القابون بالكامل، وهو ما أزعج الإرهابيين كون منطقة القابون فيها جبهة النصرة ويعول عليها من قبل داعمي الإرهابيين بأن تكون نقطة بدء هجوم باتجاه دمشق، وهذا ما فشل حقيقة. لكن جوبر كما أقول لك بها والتجربة خير دليل، 8 هجمات من جوبر على مدار السنوات الماضية لم يفلحوا بالتقدم 100 متر باتجاه أحياء العاصمة دمشق وإلى هذه الساحة التي أنا أقف فيها. نعم ربيع، يعني وهي كما ذكرت الصورة هي أصدق أنباء من كل محاولات التضليل وكل السعي من أجل خلق انتصار معنوي لهذه المجموعات الإرهابية المنهارة في أكثر من منطقة وأكثر من محور
في على أطراف العاصمة دمشق. شكرا لك موفد الإخبارية ربيع ديبي إلى ساحة العباسيين على أطراف العاصمة دمشق، شكرا جزيلا لك.